سي اس اس اكيد نحكي شوي عن ديس فيرس. والحاجه الناس لك فاضل انت قريب شوي على سيموس فخمي خمتا منا صحته. الحمد لله كنت في اتصال انا مع بعض الاخيان في باريس ومعناها حكينا حتى مع ستاف. الحمد لله معناها المؤشرات واعدة جدا في بعض العملية البوست اوبيراتوار معناها كان حتى ستاف معناها اللي شقل سي منصف معناها شفت انت ديما الكشوفات حاجة ووقت اللي تعمل الاوبيراسيون حاجة اخرى تنجم تشوف حاجات قدامك اسلام بالمنظار. الحمد لله كما قلت لك المؤشرات الكل باهية وبحول الله وتوقعت في باريس شوية فترة نقاهة دي سي يمكن وسط الجمعة هذه ان شاء الله يرجع لتونس ان شاء الله يرجع معافى ان شاء الله لاباس. يعطيك الصحة. نسألك سي المنجي على السي اس اس رايك تشوف في السي اس اس نيولو كيما ترجي تقريبا برشا ملاعبية دخلت برشا ملاعبية خرجت مدرب جديد الناس كل سنة باش تشوف السي اس اس ترجي بون على فكرة الجمعة اللي فاتت شفنا شوية السي اس اس ما عندناش فكرة كيفاش باش تكون الفريق بوجه جديد. هو سي اس اس ما عاودوا ناشرة وما فماش استقرار في الفريق ولا في النادي لان اليوم مالوريزمون لي مويان فينانسيي خلاو لي برشا جوارات غادروا النادي الصفاقسي لكن اليوم ديما ليدنتيتي دو كلوب ريست توجور لا ميم. اذا كان انتدبوا المدرب هذايا سوليناس وقبل المشروع هذايا دونك جو بونس هذوما من المدربين اللي يتفرجوا بتاتر قبل ما ياخذ القرار النهائي باش يدرب النادي الصفاقسي وهذا تكون معناها تكون له حاجه زاده في السي في نتاعو. نقول تو سامبلومون اللي ليدنتيتي اللي حكيت عليها نتاع النادي الصفاقسي تحب ولا تكره راهو ديما هذيك هي اللي باش تقعد لاباز ثم اوساتور باش تلقاها كيلكوز انديفيدواليتي اكثر من اللي بارابور على جوارات اللي مشاو سي با لا ميم كاليتي. لكن اليوم الجماهير عنده ثقه في الملاعبيه هذوما واليوم سي ان ماتش ريفيرونس تحب ولا تكره سي ان ماتش ريفيرونس الفريق ونعودها اللي باش يكون ما يشكونش في المستوى اليوم كرويا وتكتيكيا وكما قال خويا فاضل قبيله راهو وحكينا ديما نحكيو فيه هذوما دون لي مومون ديفيسيل تلقى الجزئيات تلقى لي 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 معناها لي بوان حاجات سور كفران سور بالاريتي نجم تلقى لي بتي ديتاي ميرسي بوكو سي فاضل لي بتي ديتاي هذوما سي لي انديفيديواليتي كي اريف كريي لي ناتوندو دون لي مومون ديفيسيل هذوما اللي حاجتنا بهم. انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم المباراه سورتو كو دو لا بار دو كلوب سبورتيف ساكسا اللي تفرجوا في مباراه الاتحاد المونستيري سو كي ني با لو كا نتاع الترجي اللي باش تفرج ما تفرجتش في النادي الصفاقسي باش تكون مباراه باش تبني عليها النادي الصفاقسي تحب ولا تكره لكن يرى ان بريسينغ تري او من الاول ديبي لو ديبي دو ماتش باش جوست بور امبوزي ان جو نتاع النادي الصفاقسي. اليوم الترجي الرياضي التونسي اذا كان راهو متنجم تلعب ملعبيه كان اللي لا تكتيك اللي تحب عليها كان بالملعبيه اللي عندك ما تنجمش تلعب اون تكتيك وعندك جوارات كي نو سون با كابابل باش يلعب لك التكتيك هذيا. علاش انت اليوم راهو ماهيش مشكله المسكيني باش نجم تحطو ارير دروا اما لازمك تحذرو اذا كان المسكيني الى ميور كميليو ديفونسيف نحطو ميليو ديفونسيف ونلعب ان 3 5 2 بوركو با لان اليوم قاعدين خاطر الدربالي ماهوش لاتيرال دروا وشوف الكارير تبارك الله اللي عملها في الترجي الرياضي التونسي دونك علي معلول نفس الشيء شوف الكارير انا وقت اللي قلت علي معلول في بارمي لي دي ميور ارير جوش او موند ضحكوا لي في وجهي اليوم علي معلول في بارمي لي ميور 5 او موند 5 او موند اي نعم اليوم سامحني سامحني مش مبالغ فيها شويه في المونتي ايش نقول لك حاجه كارير ايميتور ايش نقول لك حاجه ايش نقول لك الى ايتي لو دون لي 5 برومي كابيتور ارير جوش كورز افان تاع يلعب في باريس سان جيرمان علي معلول هذاك لوكا ديني يلعب من عرش في مانشستر ولا شكون ولا مانشستر سيتي ولا هذاك عنده المستوى ايفرتون عنده المستوى نتاع علي معلول لا ديفيرونس ما بين هذوم الزوز سيكو واحد تونسي والاخر فرنساوي سيكو نو اون كروا با بوكو على لا كاليتي نتاع الشامبيونان نتاعنا. علي معلول من سي اس اس قداش خرج بور ريان دو تو اليوم ثم اوفر دو 15 مليون دورو ريفوزي بار الاهلي 15 مليون دورو رفوزي بار الاهلي سي لا ديفيرونس. اليوم نعطيو لولادنا لي زونترونور لي ادجوان ان كوميتي دو ريكروتمون تو تفكرني خاطر اليوم كلكو ديريجون يسبوا فيه كل يوم ومازال شاد المنصب اون كوني لي ريزون.
سيف نحط نسألك شوية تكنيك السؤال حكي عليه قبلك سي المونجي. أوكي لعبة ممتاز برشا فنيا هجوميا، لكن دفاعيا يخلي برشا مساحات وما يعاونش خاصة الظهير اللي معاه. نقطة ينجم يستغلها ترجي هذه؟ أكيد تفرجنا حتى عمني وتفرجنا في اللقاء، وكان نقطة ضعف في المردود في الكوفرتور نتاع مع الريير، كان يحب الكرة ديما عنده، كان التمبيراتور نتاع اللاعبين اللي بيا نعرفوا احنا يحب ديما الكرة عنده في فور فيزيك ما يعملوش برشا، أما في سقيم لاعبي برشا. هنا شفنا نشوفوا أصولة من أحسن الأجانب الموجودين في تونس حق معناه. عمناول كنت فاجأت بالمردود الكبير اللي عم عمله، ما تفرش فيه ماتش برك، تفرش فيه ماتش ولا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة، معناها ديما نشوف فيه قاعد يحسن. مع أنيس بوجلبان حتى من الانترينير السبانيول اللي جاء بعد صحيت بعد تعبت تفرج فيه مرة أخرى، ما نقاش سولة اللي كان من الأول في دوبيت سيزون اكيد مونتالمون تتمس يخرج لونترونور ما يحبوش. انا نعرف اللي كوليس لونترونور اسبانيور ما يحبوش سولا ستيل هكا الجوار بروفو معناها بروفوكاتور ياخذ الكره ويمشي هو للديفونسور فهمتني عنده شويه شدان الكره خاطر هو هذيك معناها الميتي نتاعو فهمت اسبانيوري لا يقول له باس سيب باس سيب معناها الاولى الثانيه ثالثه بعد ولا ماش يلعب في جمله وعنده كاليتي نتاع الان كونتران وعنده عنده الدريب فاسيل معناها كرواسي كرواسي معناها باش تلقى ديفيكولتي كبيره لاسبيرونس. نصور بالتشكيله 3 5 2 نتاع لاسبيرونس ونصور المدرب الجديد معرفش على الخطه تكتيكمون تفضل تعرف افكتيفمون معناها تقريبا معناها تبعت لي ماتش الكل اللي عملهم سوليناس خلصتك انت فاضل في الناحيه هذه الساعه وجاوب مثال السيف تابعت مقابلات ودية انت نحن عندك فكره اكثر منا على السي اس اس كيفاش تشوف السي اس اس في النسخه الجديده هذه ومساش خليك تجاوب سيف صح بون في النسخه الجديده معناها النادي راضي الصفاقسي اول حاجه بتشوفوها اليوم حاجه غريبه النادي الصفاقسي العاده يستنى ليكيب معناها يستناها يلعب بلوك با تطلع ليكيب عليه يفك الكره وبعد يبدا الكونتر اتاك توا بتشوفوا ايماج جديده شنو لونترونور جديد هذا يلعب البلوك معناها يبريسي الفوق براتيكمون اخر ديفونسور اللي هو الاكسيال تلقاه في السونتر فهمت نتاع النادي راضي الصفاقسي دونك يهبط معناها البلوك يلعب البلوك عالي الخطه دي مش تعب ماتش كامل تعب لازم اثر الحضور البدني نصور بون الفيزيك سيزون صعيب شويه كي نجم يعملها بون ديبي سيزون قلت لك انا ساعه حتى في ديبي سيزون ديبي ليميسيون قلت لك ديبي سيزون مش باش تكون سهله المباراه لكن ثم خدمه كبيره معناها الامانه قام بها معناها الاطار الفني خاصه المعد البدني المعد البدني هذا اللي جابوه طلياني زاد جابوا لونترونور وتوسط وكانت ثم خدمه كبيره انا عينتها شفت كل معد بدني طلياني نعرفوا شو معناها طلياني افكتيفمون البريباراسيون فيزيك معناها حاجه معروفه هذه معناها ميد ان ايطالي معناها البريباراسيون فيزيك نتاع الجمعيات دونك كما قلت لك خاصه الفروشور نتاع اللاعبين الخطه البلوك العالي فهمتني وما معناها عرفت انت ديما كد 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 تروا تروا كد دو تروا يلعب بوز مهاجمين جرب خاطر هنا باش يقرا حساب الترجي التونسي باش يلقى ثلاثه مدافعين جرب قد يزك سونتري معناها اسكو انا هي الخطه اللي تنجم ينجح بها معناها الحاجه الكاليتي لونترونور هذايا تو لحد الان بالنسبه معناها شيما تكتيك ما فما حتى شيء واضح سيف لعب الكد دو تروا ان لعب الكد تروا تروا ولعب تروا سانك دو في الماتشات اللي زام يكون كل فهمت وساعات حتى في ماتش يبدا لك 3 5 2 يكمل بال 4 3 3 دونك سافوار معناها توا اليوم يمكن هو وشنو الشيما تكتيك نتاع الترجي كذا لكن ما فما حتى ستيل دو جو لحد الان واضح في النادي الراضي الصفاقسي حاجه برك انا تتفك الكره بعد تالي تتعدى الترانزيسيون اوفونسيف ترانزيسيون اوفونسيف معناها يحب الموبيليتي الملاعبية معناها اللي تبوجي الكره تتحرك معناها شفت انت ابيل ابوي هذا اللاعب هذاك هو اللي يحبه معناها ما يحبش زاده شدان الكره برشا ديما واقف الوقفه عنده وقفه على البنك مزيانه معناها تقريبا رومارك على البلاصه يرجع لي جوار معناها عرفت هذاك تحسه اونترونور واقف وفاهم وعارف شنو هو قاعد يعمل لكن اون اتوندون ماتش اليوم خاطر ثم فرق بين ليزام يكو وبين لوفيسيل معناها ثم فرق أكيد. كبير اليوم ماتش تاع بعض الاجابه اكيد سي المنجي فما مفارقه اليوم في السي اس اس عندك جارديان تقريبا برشا ناس يقول اللي هو احسن جارديان في تونس اللي هو ايمن دحمان وعندك جارديان تقريبا تالق اخر الموسم الماضي اللي هو محمد الهادي قعلول في بلاصه سيناس ورطه شكون تلعب اليوم هو من نورمال باش يلعب قعلول طبعا لان اليوم ايمن دحمان جو بونس با لونترونور باش ياخذ ريسك ايمن دحمان حتى بور لا سويت دو سا كارير ليه برشا عنده ليغامون كروزي وكل الحمد لله على سلامته لو بلوز امبورطون سي كو لا بريزونس نتاعو باش يكون حاجه ايجابيه لقعلول لان هما اصحاب برشا ماك تعرف اعز اصحاب في ليكيب تاع الكره هما لي دو غارديان ثم حاجه تنجم تصير مشكله من بعد
سي كو قعلول ايتي رومبلاسون ايترنيل نتاع ايمن دحمان. اليوم قعلول يلا سنتي لو تيران دونك ثم برشا حاجات باش تتغير توا. جو بونس با باش يساعدو يلعب بعد وراء ايمن دحمان كدوزيام جارديان. هذه باش تكون هذه يلزم النادي الصفاقسي يعرف كيفاش يتعامل مع الشيء هذايا، لان من حقه راه حارس مرمى، لان ماك تعرف حارس مرمى ديما هو سي توجور داير حتى في البريم دو ماتش الوحيد اللي ياخذ 100% كرومبلاسون هو الحارس مرمى، لان سي توجور ديفيسيل سي توجور ديفيسيل دو فير ان شانجمون. غيرو في اوكسير كي يمشي يلعب الاكستيريور ما يهزش حارس مرمى رومبلاسون، يهز نوتر اتاكون ولا نوتر ديفونسور. هذا اللي خلى اللي اليوم قعلول تبارك الله الشيء اللي قاعد يعمل فيه حتى اخلاقيا بارابور على التواضع نتاعو في التيران وكل شيء، سي ان غارديان اكسبسيونيل تعلم برشا من ايمن دحمان. صحيح، لكن سيمونجي ايمن دحمان يقعد ديما ايمن دحمان هاني بيان سور بيان سور هاني قلت لك فو سافوار جيري سا، لان رجوع ايمن دحمان سي لوجيك. ايمن دحمان الحاجه اللي عجبتني برشا مع الجماهير نتاع نادي الصفاقسي صارت مشكله كبيره ما بينه وما بين الجماهير. والجماهير سامحوا أكيد. وعرف كيفاش يتعامل هو وطلب السماح. ثم برشا فرق اذا كان الملاعبي ما يكونش معناه عنده مشكله مع الجماهير باش تقعد له اترنالمون. اليوم النادي الصفاقسي فهموا العمليه، جماهير النادي الصفاقسي وتحيه لهم اللي انا عارفوا كيفاش تعاملوا وراهم، والوليد هذايا جاوب جواب في الميدان، وهذه نقطه القوه نتاع الملاعبيه خلات اللي اليوم ايمن دحمان بارمي لي ميور جارديان اون اف. المشكله نتاع قالول سامحني نرجع برك لسيمونجي لحظه معناها باش نهدر له كلامه. الحاجه الباهيه في قالول عنده ميزه باهيه اللي هو اول حاجه محبوب فيستير سي ان ليدر، والثاني حاجه قالول ما يتقلق جمله من البنك معناها كان بنك معناها شد البنك على حاجه مش باهيه برشا هذه. لا هو اني نعطيك انا حاجه هو موتيفي في الماتشوات لكن وقت اللي يجي يعوض جارديان عوض ديجا رامي الجريدي والقصراوي فهمتني، وبعد تالي جاك يطلع ايمن دحمان كان اول واحد معناها يشجع فيه ويدز معاه هو قالول. باش نعطي التشكيله المحتمله للسي اس اس تحت رقابتك بالطبيعه فاضل صلاح لي كان فما شكون غلط، فما محمد الهادي قالول، غايث المعروفي، محمد امين الحمروني، حسام الدقدوق، علي غرام، شاد الهمامي، حسين علي، جاسم الحمدوني، محمد سولة، فراس شوات، وحازم حاج حسن، هذو من الأقرب وإلا فما لا تقريبا هذه نسبة 90-99% هذه هي التشكيلة باش يبدأ بها. شنو رأيك فيها؟ ثاني ناس بون التشكيلة لهنا كما قلت لك أنا كان ترجع لكلامي ساعة على الشيما تكتيك يلعب البلوك الفوق. هو باش يعمل لهنا باش يخرج لك معناها باش يلعب باش يبدا بدوبلور في هو زوج مهاجمين شوات شوات وحاجة أحسن. هذه معناها نتخيلها على الشيما تكتيك نتاع الترجي باش يلعب 3-5-2 دونك باش يخلي لهم دو زاتاكون دو بوانت التالي باش ما ينجموش يخرجوا الكرة، وبعد تالي هو ليفوليسيون نتاع الماتش بعد تالي يبدل الشيما تكتيك نتاعو على خاطر ديما كما قلت لك في الماتشوات اللي ريتهم لونترونور مش كيما يبدا الماتش مش كيما يدخل الدوزياميت. أكيد بالتأكيد ناخذوه بعد شوية من ملعب راتس مع زميلنا وليد برحومة، لكن نمشيو لسهيل السمعي في الأخبار. قبل غير نحب نشكرك فاضل يعطيك الصحة شرفنا بحضورك اليوم. يعطيك الصحة سلام يعطيك الصحة والنس بسيلمونجي وبسيف. عيش. سيلمونجي كالعادة يعطيك الصحة متألق. بارك الله فيكم وشكرا وسي توجور أن بونور دو سيرفير نون دو سو سيرفير. الحمد لله إذا كان نخدموا الرياضة للرياضة تو تشوف عندنا كفاءات إكسبسيونيل. وحب ديما كل واحد يخدم جمعيته لحبها مش الانتيري نتاعو هو. شكرا لك سيف كيف كيف شرفت بحضورك اليوم. عايش سلام محلاها لما حكينا برشا على الماتش عطينا لي ديتاي الكل. ان شاء الله نشوفوا مقابله ممتازه. اول حاجه الروح الرياضيه ما تصورش عندنا مشاكل ما ثمش مشاكل برشا ديما تصير ما بين الاسبيرونس والسياسي ديما نشوفوا ماتش حلو ديما نشوفوا ماتش حلو اصحاب الاولاد معناها ان شاء الله نشوفوا ماتش مزيان واللي يلعب خير يربح ان شاء الله. يعطيك الصحه سويا سمعي في الاخبار وبعد رجعي.